الموضوع هو الجيل الأخضر. هذه استراتيجية ديال تنزيل السياسة الفلاحية لبلادنا في العشرية اللي كتمشي من 2020-2030 ولتنمية القطاع الفلاحي. هذه استراتيجية اللي جات لتعزيز الأمن الغذائي لبلادنا وكذلك وضع أسس ديال السيادة الغذائية والعمل على تقوية المرونة للقطاع الفلاحي. ولن الرقمنة ديال الفلاحة كما قلت يعني 2 مليون ديال الفلاحة خصهم يكونوا في الريزو، يكونوا كونكتي بالخدمات الفلاحية. فعملنا واحد القطب اللي سميناه قطب الرقمنة واللي غادي اللي كيتكلف بهاد يعني لف مقاربة، لأن الرقمنة يعني نشوفوا القطاع ككل. كاين هذا القطب واللي نشأناه في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، هو اللي كينسق هذا الشيء كله. ودونك العمل بدأ يعني مشاريع، عدة مشاريع في هذا الإطار، لا فيما يخص يعني التقنيات ديال التدبير مثلا ديال المياه، لا فيما يخص تقنيات اللي ديال سلاسل الانتاج. الا مشيتي عند سلسله السكر كلهم رقمن من الاول حتى الاخر، الفلاح حتى الضيعه ديالو ملي كيمشي يعني سميتو لوزين كيعرف يعني شحال عطات له، شحال عطات له البقعه ديالو، وشحال ديال لونغري دار فيها، وشحال خصو يدير فيها ايتترا. دونك الرقمنه ديال سلاسل الانسان حتى هي بدات. دونك عندنا الاولى هي هذا الشيء ديال الشمندر السكري، وكاين كذلك هاد كل ما يخص يعني ديال المحطات ديال التلفيف، وهذا كله هذاك الشيء اللي كيتصدر، وهذا كله يعني مرقم. وكذلك المصالح ديال الوزاره بحال هادشي الخدمات، الا خديتي لونصا كلها عندها مرقم، عندها يعني الاليات التكنولوجيات مرقمه وعده يعني امثله. دونك الاوراش مفتوحه والمشاريع غاديه، ولكن اللي كيهم هو في الاخر يكون عندنا واحد المنظومه وحده اللي حنا غاديين عليها، وعندنا هذه المقاربه هذه. الاسعار، أسئلة يعني كثيرة على الأسعار. دابا غير خصنا نعرفوا بأنه هذا الشيء ما يمكنش نعزلوا بلادنا على العالم. بالنسبة للأسعار خصنا نشوفوا شنو كيجرى في العالم، ونشوفوا شحال كتسوى عندنا الخضرة هنا ومطيشة، شحال كتسوى عند الجيران، وشحال كتسوى في أوروبا، وشحال كتسوى في جوايا أخرين، ونشوفوا هذا الشيء ديال التضخم نفس العملية، واش مستورد ولا داخلي. أنا ما كنفهمش داخلي يعني منين جا. أنا ملي كي عندنا لونغري، عندنا الفوسفات ديالنا ما تزادش فيه الثمن، الفلاح كيشريه عادة، ولكن لازوت اللي كنجيبوه من برا تزاد. دونك تزاد 4 المرات ولا 5 المرات، ولازوت إلا ما دارش راه الإنتاج ما غاديش غادي يهبط. دونك فوالا، هذا غير أمثلة باش نقول لكم بأنه هذا الشيء اللي كيعاني وصل وقته. علاش ما هضرناش عليه هذه واحد السنة؟ كاين الاقتصاديين اللي كانوا كيتبوؤوا بهذا الشيء، كيقول لك راه غيجي، ولكن وصل كان قاس الإنرجي في الأول وهذا، ولكن الحاجة اللي كتقيس الطاقة راه غادي تقيس الفلاح بين مانيير إلى استمر. دونك هذا الاستمرار هو اللي خلانا هذا. دونك هذاك الشيء اللي قلناه، وهاد المنتوجات الفلاحيه، المدخلات الفلاحيه طلعت بين 30 حتى 70% على حساب سلاسل الانتاج. دونك وهذا معطى، وماشي سنه اللي غادي تصبر فيه تقول غادي يدوز، ما داش. هذا هو اللي ولا تضخم، يعني بقى في هذاك الشيء، وباقي يعني بعض المواد استقرت وبعض المواد باقيه طالعه. هذا الشيء ديال السنتين الجافتين كما قلت، واللي فيها واحد الحاله ديال الطقس اللي حاولنا باش ندبروها يعني على حسب كل موسم. المهنيين اللي خصوصا الطماطم اللي منظمين طبعا، عندهم الفيدرالية المهنيه للطماطم للخضر، اتفقنا معهم. هذا الشيء درناه في رمضان الماضي، ولكن هذا رمضان اكثر. وشنو درنا؟ هذا الشيء ديال التصدير بعدا غير باش نوضحوا. كاين بعض الطماطم
ديال هي لا سيريز كتصدر هذيك، هذيك ما كاينش ما كتباعش عندنا في هذا، و الا كان شي حاجه غير اللي كيبقى هذيك كتصدر، التصدير راه كي زايد ما تحبش. ثانيا هذا الشيء ديال لا طوماط روند المستديره هي اللي كنتكلموا عليها، ولكن نسهلكوها في بلاد. دونك هذا كاين عندنا الانتاج، وحنا عارفين الانتاج شحال كاين. ملي كان السوق ما كاين مشكل راه كانوا كيصدروا ديك الكميات اللي بغاو، وهذا وحنا غاديين. وهذا التصدير غير باش نبين راه ما يمكن لهمش ينتجوا السوق الوطنيه بهذه الطريقه الا ما كانش عندهم تصدير، لان السوق الوطنيه بغيناهم ينتجوا بواحد الثمن اقل محدود، وراه ما يقدرش يربح وما يقدرش ينتج 200 طن الهكتار ولا 220 اللي كيوصلوا لها الان الا ما داش الاستثمارات اللي خصها تكون. دونك خصو توازن، ودونك في هذه الاوينه وفي هذه الازمه مشينا لهذا التوازن وذكرنا معهم ما يمكنش نديروا حنا بوحدنا، ما يمكنش الدوله تجي لها غدا وتقول له انت وهو عنده العقد في الخارج، خصنا نذكروا معهم، لان كما قلت لكم قبيله عندنا التعاقد مع الفيدراليات، وهذه الحكمه اللي خصنا اللي كنت كنقول لكم خصنا ننزلوا القطاع ويشاركوا فيه لهذه الامور هذه، وهما خصهم كذلك يدخلوا في راسهم بانهم عندهم مسؤوليه باش يمولوا السوق الداخلي. دونك المهنيين عندنا هذه العلاقات معهم ديال التشاور وديال هذا، وكنقولوا لهم سؤال واحد، كيفاش غادي يمكننا السوق يكون ممول بـ 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 يعني بواحد الطريقه اللي غادي يخلينا باش تهبط تاثر على الاثمنه، لان المجال اللي ملي كنهضروا على الاثمنه راه هذا ماشي مجال ديال الفلاحه ولا ديال الفلاحه، راه خصنا نجيب تموين يعني السوق الداخلي. ملي المواطن يمشي ما يلقى شي حاجه يقول لي ما كاينش الانتاج، هذيك مانتنو كنهضروا على هذاك الجانب الاخر ديال الجانب الغذائي، يعني اللي خصنا واللي كيشارك فيه الجميع، يعني هذا الشيء راه كحكومه دونك كنشوفوا هذه المعادله هذه. دونك وقلنا لهم ما معناش ما كانش المنع، ما كنهضروش على المنع، كنهضروا على التوازن، لان ملي غادي تكون مطيشه كاينه ورخيصه هنا ما عنده ما يدير بها، علاش غادي يخسرها؟ غادي يمشي يصدرها، راه ما غير واحد باش نكونوا يعني معقولين في هذا في هذا في هذا الاخر. ولكن كنقولوا لهم ملي كتخصنا مطيشه هنا في البلاد خاصك ما تعطي لي الاولويه لهذا، وباش حتى هو كيدير الحساب ديالو مع الشركاء ديالو على الصعيد يعني الدولي، وباش ديك لي كونترا ديالو وهذا يقول لهم هذه السيمانه غنجيب لكم، هذه السيمانه ما غنجيبش، ايتترا ايتترا. ويعني والجانب الاخر هو ان هذا الشيء ديال اللي هضرنا عليه ديال النضج راه حقيقي، يعني حنا كنهضروا على واحد المنتوج اللي هو هذا كيخضع لهذا الشيء. ملي كتكون لا تمبيراتور الحراره الدنيا اللي كدوز ثلاثه السيمانات ما كاينش النضج، ما كاينش، راه عندك هو الانتاج خضراء، راه واحد الوقت مطيشه كانت في السوق كانت خضراء، دونك ما كاينش الانتاج. طبعا كان الانتاج اللي كان كيكون في ذوك المناطق الصغيره والسقي المتوسط وهذا حتى هذاك راه ما بقاش، لان الماء ما كاينش، دونك حتى ذاك المستهلك حتى ذاك الفلاح اللي كان ينتج ذاك الشيء اللي كيستهلكو راه ولا كيشري بالسوق. دونك هذا الشيء هذا هو الوضع يعني اللي كاين. دونك حنا كيفاش خصنا ندبره بهذه الطريقه هذه، اننا نعطيو الاولويه للسوق الوطنيه، وعارفين بان كاين هذاك الانتاج اللي يقدر يعني يمول السوق الوطنيه. فدونك المنتجين كنهضروا عليهم على الظرفيه، ولكن كنتشاوروا معهم حتى العام الجاي كيفاش خصنا نديروا، وشنو هما المدخرات اللي خصنا ندخلوا فيها باش هذا الشيء ما يبقاش ايتترا ايتترا. دونك الحلول ديال بالنسبه للخضار، بالنسبه لان كاين السؤال على الحلول بالنسبه للابقار واللحوم الحمراء، فسرت لكم شنو هو التوازن اللي فقدته هذا الشيء في كورونا وهذا. اليوم وصلنا داك الشيء، وصلنا يعني هذا شنو هو الحل. الحل هو قلنا نحافظوا على القطيع ديالنا الصعيد الوطني، باش نحافظوا عليه ما يتذبحش خصنا نجيبوا ما ناكلوا في هاد 6 شهور من برا. هذه هي المعادله وهذا هو الحل. ودونك بديناه، ملي بديناه ماشي كيستيون ديال فشل ما هذا، لا راه خصنا نكونوا واقعيين، غالي على الصعيد العالمي ملي كيجيبوا ما كيهبطلكش الثمن، كاين الاستيراد، ولكن غالي تما حتى هو نفس العمليه لا في اوروبا ولا هذا، علاش مشينا للاسواق الاخرى؟
ومشينا حتى كنقلبوا حتى في أستراليا حتى هذا واخا عادي اتسيتيرا، لان خصنا نمشيو للسوق، ما نبقاوش على سوق واحد اللي هي ديال اسبانيا ولا ديال فرنسا، وحتى هما راهم كيجيبوا من هذه الاسواق اللي حنا كنجيبوا منها. دونك جا دخل واحد العدد، راه حنا دابا تقريبا في 18، راه تقريبا وصلوا ل 20 الف اللي دخلات بهذا الشيء اللي جاي وهذا الشيء اللي دخل. البرازيل دخلات 2800، هذه واحد الاسبوع ولا 10 ايام باش دخلات، واللي اول شحنة. وغير نستغل هذه الفرصة غير باش نقول هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا بان الابقار البرازيلية دخلات نهار قبل ما نكملوا الاجتماع راه عطاو، هذا غير باش نقول بان هذاك الشيء مغالطات، وما يمكنناش نبقاو ندير هذه المغالطات على واحد الموضوع اللي هو اساسي ديال بلادنا. من ثم وحنا كنجريو عاد دخلات اليوم وفين تلقاها. دونك هذه ديال البرازيل. ونجاوبكم على السؤال ديالكم، هو من الاصناف الممتازة هذا الصنف اللي جاء اللي هو سميتو بالضبط نيلور ان او ال او ار. هذا البرازيل كتنتج منه 214 مليون راس اللي كاين، وكيتصدر على الصعيد العالمي الولايات المتحده اوروبا الصين على الصعيد العالمي، وعنده يعني مميزات جد مهمه. هو ما كيتعلفش، كيمشي يرعى في المراعي، وكذلك الجودة ديال اللحوم ديالو معروفة وممتازة. وكاين واحد الكروازي هذا كيكون التلقيح ديالو مع أنغوس اللي هي معروفة أكثر بالجودة ديالها. فالبرازيل كتصدر مليون رأس سنويا على الصعيد الدولي، وكتصدر 2.4 مليون على شكل لحوم يعني مذبوح. دونك هذا الشيء اللي تقال وهذاك الشيء اللي كاين في لي فيديو راه مغالطات. والسلامه الصحيه كذلك، راه ما يمكنش ندخلوا للبلاد شي حاجه، راه اصعب سيستم اللي كاين، النظام اللي كاين راه هو ديالنا. دونك هذا الشيء كنشوفوه قبل ما يدخل الابقار، كاين المسار ديالها. الاطباء البلاطيره ديال لونسا مشاو حتى لتما وجاوا لهنايا كيتبعوهم. انا بغيت نشوف هذا البيطاري اللي كيقول شي حاجه اخرى، والتحاليل كدار وهذه المواضيع وهذا الشيء. راه نهار اللي كتكون شي حاجه في البلاد بالنسبه للامراض راه كنقولوها، راه لا لاريس كتكون اون اليرت. دونك هذا الشيء ما يمكن على ابقار الجنون. واش المنظمه العالميه غادي تسكت لو كان كاينه هذه؟ ما نبقاوش نقولوا شي امور. وهذا الشيء اللي كيداول ربما كاين الناس اللي عندهم غير عند معلومه غلطه، ولكن اللي كيدير ذاك المعلومه ما عرفناش شكون هو. دونك هذا الشيء غير باش نكونوا يعني واضحين في هذه الامور، وباش المواطنين يكونوا مطمئنين بان هذا الشيء جوده وسلامه صحيه ما فيها اي شك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.